وانا بكلمك دلوقتي عاوز اكلمك عن كهربا. كلمتك على كهربا اكتر من مرة، وقلت لك كهربا ابلغ وكيله احمد يحيى ان لو انه حاول البحث لي عن عرض في الخليج، نظرا لانه يشعر بان بيتس موسمين لن يعتمد عليه في الموسم المقبل، لن يعتمد عليه في الموسم المقبل، وبالتالي طلبوه ان هو يجيب له عرض. حتى الان احمد يحيى ما عرفش يجيب عرض، لكن كانت المفاجاه ان احمد يحيى تلقى اتصال من عمرو بسيوني، بقول لك معلومات يا بيه، من عمرو بسيوني مدير التعاقدات والتسويق في نادي بيراميدز، يبدي فيها رغبه بيراميدز في الحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا في حال رغبه النادي الاهلي للاستغناء عن خدمات، في حال رغبه النادي الاهلي الاستغناء عن خدمات. قال لك لو ماشي ها يبقى احنا ناخده. ونادي بيراميدز بيعمل عايز دايما اجنحه، ونفسه يجيب كهربا، نفسه يجيب احمد عبد القادر، نفسه يجيب ناصر ماهي، لان عبد الله السعيد كمان عاوز يمشي. قال لك عاوز اروح اي حته اعمل فيها اي بطوله بحيث الناس تبقى متواجده. فكهربا بيفكر انه يمشي عشان خايف من ان هو ما يلعبش الموسم الجاي، واحمد عبد القادر بيقول لو هرجع العب. بيراميدز كلم احمد يحيى وكيل كهربا، لو كهربا هيمشي من الاهلي بيراميدز فادع دراعاته لمحمود عبد المنعم كهربا للحصول على خدمات، للحصول على خدمات. فمحمود عبد المنعم كهربا بيراميدز يطلب الحصول على خدماته، مؤكد انه لن يكون خيار اول لمستر بيتسو موسيماني في الموسم المقبل في ظل وجود ميكاسوني وبيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر اللي هو بيعتمد عليهم اساسيا هذا الموسم. فبالتالي كهربا بيراميدز دخل. طيب ايه بيراميدز يخلص الصفقه دي ازاي؟ بيراميدز عشان يخلص الصفقه دي لازم يدخل فيها ابراهيم عادل. ما كانوا قبل كده قال لك ايه في ابراهيم عادل؟ قال لك ناخد ندفع الاهلي يدفع 40 مليون ويدي لاحمد عبد القادر. دلوقتي مش بس عاوز احمد عبد القادر ولا ال 40 مليون، دلوقتي دخل في كهربا. فوارد انه يخلص في صفقه تبادليه كهربا مقابل ابراهيم عادل. لو وصل ان نادي بيراميدز هيعمل الديل ده، هينفذه الاهلي. لو وصل مبادلة ابراهيم عادل مع كهربا، انا بقول لك كلام الوكلاء اللي بيتقال، الاهلي هينفذ. لكن بيراميدز اللي هيتنوا بيتقل على الصفقه، هيشوف النادي الاهلي هيتحرك ازاي وهيتعامل ازاي مع كهربا، فنادي بيراميدز لن يستعجل الحصول على خدمات محمود عبد المنعم كهربا، ولن يستعجل المفاوضات، لكنه نايم في الدره متربص ينتظر قرار النادي الاهلي. وان هو لو الاهلي اللي خد القرار يبقى بيراميدز يشقطه ويقول لك بقى خدوا ابراهيم عادل وادفعوا مبلغ كذا واعملوا كذا وسووا كذا. فده ترتيبات بيراميدز لصفقه محمود عبد المنعم كهربا اللي هم نفسهم الحصول عليه والحصول على خدماته بعد الاوضاع الحاليه. لايك وشير وصلي على الزين، وادع لنفسك والوالدين والغير. عاوز اتكلم معاك في عقد علي معلوم. انا جايب لك كل المعلومات النهارده من النادي الاهلي طازه، اهلي وزمالك الصراحه. فبالنسبه لعقد علي معلول، عقد علي معلول في خلاف بسيط واقف في المساله الماديه. الاهلي عارض 1,300,000 دولار، وفي ايحاءات للمسؤولين في النادي الاهلي ان يعني نتكلم في 1,500,000 1,600,000. وحته المليون و300 دي علي مش بالعها، وكلم وكيله قال له يعني كلمهم يشوفوا الناس في الزمالك بياخدوا ايه، شوف الناس في الزمالك بياخدوا ايه. انا مش اقل من بن شرقي، بن شرقي بياخد 1,800,000 يورو. فقال له اتكلم انت معاهم، انا موافق وهمضي على اي حاجه، انا همضي على اي حاجه، بس انت حاول يبقى في تقدير يا جون، حاول تجيب لي تقدير مالي معين، تقدير مالي معين يبقى اعلى من كده خاصه وان هذا اخر عقد بالنسبه لي.
فعلمت ان ادارة النادي الاهلي بتتكلم يعني عندها استعداد انها ترفع لمليون 500 ويبقى السنة اللي بعدها مليون 600، السنة اللي بعدها مليون و700 ألف دولار، وهذا تقديرا لعلي معلول ولجهوده مع النادي الاهلي. لكن حتى الان لم يتم الموافقة، وحتى الان رغم ان العقود جاهزة بكل الحاجات، كان في الاهلي عامل حوافز لعلي معلول، الفوز بالبطولة الافريقية تاخد مش عارف 100 ألف دولار، الفوز بالدوري تاخد 50 ألف دولار، الفوز مش عارف ايه كذا، قال لهم لا انا امشي تبع اللايحة اللي ماشي على كل اللعيبة، واللي انتوا عايزين تدهولي حطهولي في العقد، حطولي فلوسي في العقد، حطولي فلوسي في العقد. فعشان كده بيرتبوا الجزئية دي ماشي، وعلي معلول بإذن الله يتم التوقيع على تعاقده مع نهاية هذا الموسم الجاري. هو مكمل، ناس عمالة تقول لي في خناقة بين سيد عبد الحفيظ وكهربا، أنا بقول لك مفيش، ما عنديش معلومة بده، لو عندي معلومة هطلع أقولها، ولما غلط قبل كده كهربا قلتها، فأنا مش هروج إشاعات بناء على ناس طلعت قالت الكلام ده. لما بقول حاجة ببقى واثق منها 100%%. لما تجاوز كهربا قبل كده طلعت قلت، فمش هطلع دلوقتي بناء ان في ناس بتتكلم وتقول لي ده كهربا اتخانق مع سيد عبد الحفيظ والكلام ده. انا مش صغير عشان اعمل ده، انا بدقق في المعلومة وبجيبها تبقى صح عندي بنسبة 100%%، 100%%. ففيما يخص علي معلول، العقود يعني مش هو رافض حتة المميزات وقال لك اخد فلوسي كامل، والكلام الاهلي كان بيتكلم في 1,300,000 وبعض الحوافز غالبا هتبقى 1,500,000، 1,600,000 ومن غير حوافز، وياخد زيه زي اللعيبه في زي في كل حاجه خاصه بالمكافئات والبطولات والانتصارات وما الى ذلك وما الى ذلك. وده هيفرق كبير جدا، يبقى في استقرار بالنسبه لعلي معلول ومحمود وحيد في الباك ليفت، وعلي معلول واحد من اهم العناصر الاساسيه في فرقه النادي الاهلي، واللي عامل شغل متميز للغايه في النادي الاهلي، عامل شغل متميز للغايه في النادي الاهلي، وعامل نجاحات عظيمه مع النادي الاهلي، وهو افضل ظهير ايسر في مصر، افضل ظهير ايسر في مصر، ولو اللي قدامه فايق كانوا يعملوا جبهه رهيبه، كانوا يعملوا جبهه رهيبه، جبهه رهيبه رهيبه رهيبه، جبهه رهيبه رهيبه رهيبه. ماشي، لايك وشير وصلي على الزين، وادعي لنفسك والوالدين والغير. عاوز انتقل معاك الى اخبار نادي الزمالك وحبة مفاجآت. اهم مفاجأة بالنسبة لنادي الزمالك، ان نادي الزمالك اتفق مع نبيل عماد دونجا على ارتداء الفانيلا البيضاء بدءا من الموسم المقبل، بدءا من الموسم المقبل. نبيل عماد دونجا لاعب خط الوسط في نادي بيراميدز، خلصوا معاه، اتفقوا معاه، وكل شيء تم بين المسؤولين في نادي الزمالك ونبيل عماد دونجا. وواحدة من المفاجآت المدوية نبيل عماد دونجا، مفاجأة مدوية، وفي اتفاق تم مع إدارة نادي بيراميدز بحصول نادي بيراميدز على 10 مليون جنيه زائد محمود عبد العزيز أو محمد عبد السلام، زائد محمود عبد العزيز أو محمد عبد السلام، 10 مليون جنيه لنادي بيراميدز وزيزو أو محمد عبد السلام، إعارة 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 نبيل عماد دونجا إلى الزمالك مقابل 10 مليون جنيه، وأحمد سيد زيزو أو محمد عبد السلام إعارة. ده اتفاق تم بين المسؤولين في نادي الزمالك وإدارة نادي بيراميدز. وبالمناسبة بيراميدز عاوز يجيب إيهاب جلال، واتفقوا معاه على راتب 1.5 مليون جنيه شهريا. هو بيحصل من إدارة نادي الإسماعيلي على 1 مليون جنيه شهريا، له بعض الطلبات الإدارية اللي ممكن تبوظ الحكاية بين النادي الأهلي و بين نادي بيراميدز وإيهاب جلال، بين نادي بيراميدز وإيهاب جلال. هيبقى البديل إذا لم يتم إنهاء الصفقة بين إيهاب جلال وبيراميدز، هيبقى البديل كابتن شوقي غريب، هيبقى البديل كابتن شوقي غريب. الناس ومترشح لهم هنا بوريدة، رشحه لممدوع عيد اللي بيرتبط معاه بصداقة قوية، ما هو اللي كان جايب مدرب المنتخب السابق ممدوع عيد، فبالتالي العلاقة بينهم قوية، فرشح له كابتن شوقي غريب اللي بيمتلك سيرة ذاتية قوية ان هو يبقى مدرب نادي بيراميدز في حال فشل الاتفاق مع إيهاب جلال، اللي له بعض الطلبات المالية
والإدارية منها أن الصفقات اللي تيجي أنا اللي أقول مين يجي ومين ما يجيش. ده الكلام اللي بيقوله إيهاب جلال. هم عاملين صفقات وهم زعلانين من الناس، فده موضوع مهم. طيب، فلكن موجود نبيل عماد دونجا على أعتاب نادي الزمالك.